تقعد الدراسة دي 10 سنين عشان يطلع ورقة بحثية عشان بعد كده يتناقش فيها أطباء غيره. يا ريت إن هو بيثبتها بنسبة 100%، ده بيطلع عشان يتناقش فيها أطباء غيره ويتناقش بقى، تقعد بقى الورقة البحثية دي وتتعدل وتروح وتيجي وتروح وتيجي وتروح وتيجي، هتاخد لها 10 سنين كمان عبال لما يثبتوا إن المرض ده حقيقي، وممكن نقدر بقى ياخد له كمان 10 سنين تمام عشان يطلعوا له علاج. يشوفوا لي ايه بقى يطلعوا له علاج؟ عارف انا اللي بيضايقني بقى ليه تكلم. علاج وعلاج نفسي. عارف اللي مضايقني ان هو كان بياكد بيقول لك 80%، وانا متاكد ان ال 80% وحشين، ال 80% بيخونوا ازواجهم، ال 80% كلهم وحشين جدا. ف 80% ده رقم كبير جدا يعني. يعني في طبعا أنا. مش هنقول ان ما فيش يا جماعه، في بس مش النسبه. عارف 80% يعني قد ايه يا باشا؟ عارف 80% يعني قد ايه؟ يعني 100 مليون بني ادم. ايوه اللي هو انت يعني انت مية مليون بني ادم 80% في الفلبين، فكتير قوي الناس دي بتضرب ضرب جزاف يا باشا. البليون بالنسبه لهم ده ضرب جزاف يعني، ولا بيعرفوا اي حاجه والله العظيم ولا بيعرفوا. الحكي ببلاش ابو احمد، الحكي ببلاش. هو لا بيحكوا كده. ما هو الشخص ده يعني، يعني هو بقال والله يعني، معلش يعني مع احترامي الشديد للبقالين تمام. انا ما بتابع برامج بس انا شايف تعليقاته يعني. في شخص تاني بقى يعني انا شايف تعليقاته، واحنا هنسعى نخش يا باشا واحده واحده تمام. بلاش تتجوز الاستاذ نور محمود، بقول لك بلاش تتجوز فلبينيه، تزوج من بلدك. واضح ان هي ست تمام، وهي بعد كده مطرح اتقالت ان هي فلبينيه. خلي بالك معلش ثواني بس عشان انا عارفها، انا عارفها دي نور، نور من الفلبين يا ابو احمد، نور فلبينيه. ماشي يا باشا، بس هي نور فلبينيه. هي اهلا وسهلا على عيني وعراسي، لكن ما دخلتش الفلبين يا غالي يا غالي. هي ما دخلتش الفلبين، هي عايشه حياتها كلها بره الفلبين، فما تعرفش حاجه عن الفلبين. مظبوط، عايشه فتره كبيره بره. بس هي قصدها ايه؟ قصدها يعني من الـ من الـ الناس اللي بتروح تكلم واحده على النت ومش عارف ايه وكلام من ده ويروح يتجوزها هناك، مش حد راح وعاش مع الناس وعارف. المفروض تترجم كلامها يعني، تترجم كلامها مش يعني اصل الكلمه دي تمام. بعد ان هي من العربي بالنسبه لها قلت لك انا فلبينيه تمام. العربي ضعيف عندها انت عارف. لا لا تترجم كلامها يا غالي، تترجم كلامها، لان في ناس بتاخد لك اهو فلبينيه بتقول الكلام منها وهي بتقول الكلام اهو وشاهد شاهد. انت عارف الناس اللي بتلبس في الحاجات دي. عارف انا لما جيت هي بتقول لك ايه؟ بتقول لك اختار زوجة صالحة، مش فكرة فلبينية هندية، ده قصدها يعني. بس هي ما عرفتش تترجم الكلام يعني. يعني والله نلتمس لها العذر. لكن نيجي بقى في واحد فين يا عم التعليقات عندك يا عم عمرو؟ ده لسه هفتح تعليقات القناة عندي. اصبر بس اصبر يا باشا، اصبر اصبر يا غالي اصبر. انا عندي بلاقي الناس كلها حاسس ان هم عايشين هناك يعني، يعني حاسس ان هم كلهم والله ولا يعرفوا البيسو من الميت بيسو وحياة ربنا، ولا بيعرفوا لا الالف بيسو من الميت بيسو يعني. ما كلوش بالوت ما كلوش بالوت ولا فانسيت ولا ولا يعني اكلوا ولا اكلوا اي حاجة في البلد يعني. هم اخرهم يعني بيعرف الفلبين عن طريق الرز الفلبين اللي كان بيتوزع في الجمعية زمان. بس هو ده اللي كان ما يعرفش شكل، حتى لو حطوا له الرز المصري جنب الرز الفلبيني ولا هيعرف. ما يعرفوش. فين الاخ اللي كان بيتكلم؟ بقول لك ايه الاخ امير، استنى بقى استنى عشان في 38 تعليق، 38 تعليق يا غالي، ده احنا هنعمل عليهم العجب. ابو سامي انت فين يا ابو سامي؟ انت نايم ليه يا ابو سامي؟ انا معاك، انا مستمع جيد جدا. بقول لك فين يا ابو سامي؟ يا ابو سامي انت فين يا ابو سامي؟ عايزين نسمع كلامك يا ابو سامي. استنى بس عشان اقول لكم، بس انا هسيبكم افضل اهري كده شويه في الكلام تمام. أيوة. واسيبكم، ده النهارده اليوم الكوميدي، النهارده اليوم المفتوح للكوميديا والله العظيم. وعم عمرو يا عيني طالع عينه وعمال يعمل فيديوهات تمام. بس انا بقيت ارد ردود مش نافعه، فانا لازم ابقى اعمل فيديوهات. طب اعمل ايه؟ طبعا التعميم اكبر غلط. انا متزوج في لبنانيه تعرفت عليها سنتين بالسعوديه، عمرها ما طلبت مني فلوس نهائي. شوف ده راجل ايجابي. ايوه راجل بيرد عليه. راجل بيرد عليه تمام. في واحد تاني بيقول دي مش تجربة شخصية، دي حقيقة وانا بقولها لوجه الله تعالى. والله اتقيت الله يا راجل، اتقيت الله، اتقيت الله في كلامك تمام. حقيقة جوه مخ حضرتك ده كلامك انت يا عم عمرو تمام. وكل واحد حر انه ينقل تجارب ناس تمام. بعين يا ايه شفتها بعيني، شفتها بعينك بالله عليك، شفتها بعينك
وحيات امي وامك شفتها بعينك يعني ما نقسم بغير الله فقد اشرك. ايوه ما هو بيقول لك الراجل ده رموه رموه على الزراعيه ف رموه على الزراعيه يا رب قابل حبيبي. شو قصه الزراعيه يا ابو احمد؟ بقول لك الزراعيه دي اصل احكي كده عم عمرو بيقول لك عمل ايه في الزراعيه. استنى بقى لما اجيب التعليق هقول لك على هقول لك على القصه اللي هو حكاها وعايز حضراتكم الناس كلها المستمعين. بص لو كاتب ايه بص 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 انا بتكلم عن تجربه شخصيه حقيقيه مش عامل زيك بنقل عن ناس انت اصلا ما تعرفش عنهم حاجه. الله اكبر تمام. أيوه. انت لا اتجوزت من هناك لا انت اللي بتتكلم. لا. انا فاكر الاخ الثاني بقول لك كل واحد حر ينقل تجارب شفتها بعيني كانت بتدافع مثلك عن الفلبين لغايه لما اتقرصوا وعرفوا النتيجه اللي انا قلتها. والله مش قادر افهم بقى مين اتقرصوا ازاي يعني انا مش قادر افهم يعني 14 سنه. طلع لنا تجربه يا ابني يعني طلع لنا تجربه يا ابني. بص يا يعني 7 سنين جواز وسنتين ثالث سنه يعني دخلت في ال 10 سنين انا دلوقتي تمام. انا اقول لك بقى التجربه اللي هو الاخ عمرو يحكي لنا القصه عشان ايش احنا بص القصه بقى يا سيدي. الراجل بيقول لك ان الراجل كان في واحد صاحبه اللي هو بيستشهد بيه. واحد صاحبه كان متجوز واحده وهو يعتبر اي تي ام. اتكلمنا طبعا في فيديوهات كتيرة عندك في الفلبين بالعربي عن قصه الاي تي ام دي وازاي تتعامل معاها. وده كان يعني قلنا يا جماعه انت اللي بتعود الناس على ان انت تصرف او ما تصرفش ان انت تبقى اي تي ام او ان انت ما تبقاش اي تي ام. دي بترجع لك انت تمام. اصبر ابو سامي ابو سامي معاك. ابو سامي اتفضل حبيب قلبي. يا ابو سامي انت على ما اظن يعني انت مكنه اي تي ام موجوده هنا تمام. انت بالبزنس اللي انت بتتكلم عليه انت مكنه اي تي ام. في حد استغل مكنه الاي تي ام بتاعتك يا غالي؟ والله في حد استغل مكنه الاي تي ام بتاعتك؟ اسمعني يا ابو احمد. انا بقالي متجوز 30 سنه ما شاء الله. الله اكبر. اتجوزت في الكويت في 1994 ما شاء الله. الله اكبر. ايوه قسما بالله كانت تشتغل بشركه الشايع. عارف السالميه. عارفين الشايع. بيئه مرتبات حلوه الحاجات هذه قسما بالله. شفت البنك معي انا الراتب بنزل وكرت البنك تبع. لا يا غالي خليك من الراتب بتاع الكويت يا غالي. هنا يا غالي لما انت جيت هنا استغلوا مكنه الاي تي ام. يعني انت كنت من كتر ما زهقت من الاي تي ام هات الكارت ورحت جبت لهم المكنه عندهم في البيت. يعني انا كنت يعني وضعي يسمح لي اني اخذ راتبها واصرف والحمد لله. الله فتح علي وجيت هنا والله يسر اموري. عمري ما كنت اي تي ام لا لزوجتي ولا لاهلها نهائيا. الحمد لله. احنا بس يا جماعه بنتكلم بناء على ايه بقى؟ الراجل بيتكلم. راجل متجوز بقاله 30 سنه مش حد بيحكي له يعني ما حدش حكى له حاجه. ده الراجل بيتكلم عن يعني اللي احنا بنقوله مواقف بتاعتنا مش فلان قال لي او حد حكى لي. فده اللي انا اقصده. الراجل بيقول لك ان هو كان مكنه اي تي ام. اوكي فده احنا شفناه فعلا في ناس يعني ده حصل بنسبه. عبد الله الاستاذ عبد الهادي حسين اهلا وسهلا بيك. ومعلش هرد برضه على الاستاذ يحيى عشان حبيبنا من زمان قوي. يعني استاذ يحيى ان شاء الله عايز يزورك. اتشرفنا على راسي عم يحيى. الله يصلح حالنا وحالك يا غالي تمام. والله يبارك فيك في المليون مشاهده. حصلنا المليون مشاهده يا جدعان ما شاء الله تمام. والاستاذ عبد الهادي مليون متابع ان شاء الله. اللهم شاء الله. امين يا رب العالمين. عبد الهادي حسين الفلبينيات فيهم اخلاق ومخلصين لكن ماديا كتير تمام. انت اللي بتختار. انت اللي بتختار والله. لا والله ما شفت. اتفضل يا عم عمرو. ماديه ما حسيتها ولا شعرت فيها طول حياتي 30 سنه زواج لغايه الان. وانا هلا صار لي تقريبا 7-8 سنوات مقيم في الفلبين ما وجدت هذا الشيء نهائيا. والله العظيم اقول لسيادتك على حاجه اقسم بالله والادام بيادن اهو ان انا اخت زوجتي بره مصر اوكي في الاردن فاتصلت بيا كلمتني بتقول لي انت رايح. قلت لها قالت لي خلاص انت هتقعد هناك يعني فتره وكده. قلت لها والله لسه يعني لو كده احتمال ايه احتمال اقعد يعني
خلاص هناك يعني، اما استقر اما فتره كبيره موجود هناك. والله العظيم هذا حصل، قالت لي اي شيء قول لي انت محتاج ايه وانا اي حاجه انت عايزها لو محتاجها انا ابعتها لك، والله من غير ما اقول لها حاجه، وانا على يقين ان انا لو قلت لها عايز كذا هتبعته. فانت بتختار بقى، دي الاهل اللي انت بتختاره. ما ليه بقول لك روح زياره يعني، ليه بقول لك روح زياره وليه بنقول لك شوف الناس وشوف الاهل عشان تختار صح. فالراجل بيقول لك ان هو كان في واحد صاحبه بقى مكنه اي تي ام، ده اول حاجه. واول لما فلوسه خلصت يعني هي مراته كانت كويسه، بس لما فلوسه خلصت مراته خانته، فلما مراته خانته هي قاعده في بيت والدها، فهو راح الشغل ما عرفش بيشتغل في ايه اصلا في الفلبين، فراح الشغل ولما رجع من الشغل لقاها بتخونه في بيت والدها اللي هو عايشين فيه اصلا. تمام. فقام جه بقى بيضربها او بيضربه او كده، فمسكوه اهلها عجنوه، ضربوه بقى وعجنوه كده ورموه في الزراعيه ولا على الطريق الزراعي، ما اعرفش ايه طريق الزراعي. لا هو غالبا يعني على طريق البيس كده جنب منيا الاصل. استنى يا معلم، وعزي راعيه يا رب قابل حبيبي. اسمع بس اسمع. فهو يا راجل يا راجل ده ناس حالمه. الافلام الهندي وحيات ربنا يعني عملت غسيل مخ لبعض الناس يعني. ما اعرفش انا مستغرب يعني بتحكي ده ليه يعني. انت غالي درافي طلف النهارده واي حد يكذبني في الموضوع ده. درافي طلف النهارده حلقه كامله ساعتين ونص، مراتي بتابعاها في حادثه قتل حصلت هنا. ناس قاعدين بالليل الساعة 12 مخدرات وبيلعبوا جامبلينج ومعاهم سلاح، دخلت عليهم الشرطة وفي منطقة ايه؟ منطقة زراعية وعلى الزراعية، كلام الزراعية الحلو ده. تمام. دخلت عليهم الشرطة، اثبت محلك ما اثبتش الزبون يا عم، اثبت محلك ما اثبتش الزبون.